السلام عليكم اصدقائي الطيبين، السلام عليكم غزاله الجولين. ان شاء الله تكونوا على خير ونلقاكم هذا الفيديو وانتم في افضل الاحوال. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نهضروا على واحد التعديل جديد، اي مهم غير شي حاجه جديده، واحد لا بتيت ميزاجور ديال لا دوموند ديال تيتر دو سيجور على الانترنت. دونك دابا هذا الموقع جو سي با واش كتعرفوه، مي هذا الموقع راه دائما كان فاش انا يلاه جيت لفرنسا. الموقع ديال اترونجي ان فرانس، ادمنستراسيون اترونجي ان فرانس، غنخلي لكم الرابط ديال هذا الموقع تحت الفيديو كما العاده في علبه الوصف. دونك هذا لو سيت ويب دائما كان، ولا ميزا جوغ اللي دارت فيه هو ان نسبه لا دوموند ديال بطاقه الاقامه او لا تجديد بطاقه الاقامه، يعني هذه الخدمه ولات متوفره، ما نقولش متوفره 100% في كاع لي كومون اي في كاع المدن، مي على حسب نتوما كتدخلوا كتشوفوا. دونك هنايا غادي نمشي ندخل معكم مباشره، نديرو حنا مثلا غير باش نشرح لكم ونوريكم علاش قلت لكم على حسب واش الخدمه متوفره ولا لا. لان اصلا منين دخلت انا اول مره فاش جيت لفرنسا بغيت ندير هنايا الطلب، رفض ليا، قال ليا هاد الخدمه غير متوفره، كونتاكتي فوتغ بريفيكتور. دونك حاليا ملي كنضغط على رينوفلي التيتر دو سيجور ولا دير الدوموند الاولى مثلا لاول مره غديروا لا دوموند، راه فحال فحال كيعطيني نعزل موا ميم جو كونتينيو. هادشي ما كانش تيعطيه ليا اطلاقا، ما كنتش اطلاقا تنوصل لهاد الصفحه، يعني من الاول كان كيصدرني تدير ليا عمليات تصديريه. دونك هنايا سي جوست اون بتيت ميزاجور، يعني الخدمه ولات تقريبا متوفره للجميع، ممكن تدخلوا غير هنا وديروا لا دوموند ديالكم اونلاين. واقولها واكرر على حسب لا بريفيكتور ديالكم، على حسب لا كومون، راه ماشي غتكونش متوفره نسبه للجميع. دونك هنا هما عارفين كيف ما قلت لكم انا ديجا عندي تيتر دو سيجور كونجوانت فرونسي في بريفي اي فاميليال في حال الجميع. اللي بغى يدير تجديد هذاك التيتر دو سيجور، هنا راه عندكم جو سوليسيت لو رينوفلمون ديال تيتر دو سيجور. دونك حنا غنمشيو للناس اللي اول مره غيديروا طلب ديال بطاقه الاقامه اونلاين. Je sollicite un autre titre de séjour, مثلاً étudiant, visiteur, passeport talent. مهم كل واحد يشوف هو لو تيتر اللي عنده اللي بغى يطلب. بالنسبة لينا حنايا غادي نمشيو en tant que membre de famille. كيف ما كتشوفوا، شوفوا هنا راه كاينين شي حوايج ما كاين فحال دابا en tant que ressortissant étranger اللي تزاد في فرنسا، شوفوا راه ما كاينش لو سيرفيس، راه ماشي كاع الخدمات متوفره، اقولها واكرر. دونك هنا حنا غادي نمشيو en tant que membre de famille، غنضغطوا عليها غيقول لكم عزلوا en tant que membre de famille ديال شكون، بينيفيسيير دو لا بروتيكسيون انترناسيونال ما كتعنيناش. حنا اللي كيعنينا كاينين جوج ولا ثلاثه، كاين ان ريسورتيسون فرونسي. الوغ يعني فرد من عائله ديال ان ريسورتيسون فرونسي، راه هو اي واحد عنده الجنسيه الفرنسيه كيتسمى ان ريسورتيسون فرونسي، كيتسمى ان سيتويان فرونسي، اي واحد عنده الجنسيه الفرنسيه. اولا ان سيتويان فرد من العائله ديال شي واحد اللي عايش في الاتحاد الاوروبي ماشي بالضروره فرنسا، هاي حتى هي داروها لكم هنا الخدمه ولات متوفره. اولا ان ريسورتيسون اترونجي، يعني واحد اللي عايش هنا في فرنسا وخدام وعندو تيتر دو سيجور ولكن باقي ما خداش مثلا هذيك الجنسيه الفرنسيه. دونك حنا غادي نمشيو نسبه الناس اللي عندهم الجنسيه الفرنسيه، ان ريسورتيسون فرونسي غنعزلها غير باش نوريكم بلي من هادشي كله راه بعض الخدمات ما كاينينش. واخا انا دخلت ووريتكم، دابا غنمشي اون طون كو كونجوان دو ريسورتيسون فرونسي اللي عنده الجنسيه الفرنسيه، غندير جو كونتينيو. الو هنا فين غادي نرجعوا للمعقول، غنجيكم فين بغيت الهضره اللي بغيت نوصل لكم، يعني الرساله اللي بغيت نوصل لكم هو ان هنا بغيت ندير اون دوموند ديال ان تيتر دو سيجور مثلا اول مره اون طون كو مومبر دو لا فامي دان سيتويان فرونسي، يعني مثلا عنده الجنسيه الفرنسيه اون طون كو كونجوان دو فرونسي. كونجوان دو فرونسي هنا ما كايناش، ما خداماش، يعني ما نقدرش، ما يمكنش لي نكمل الاجراءات. الاجراءات هنا اللي تقدروا تكملوا هي بير او مير ديال واحد الطفل مينور قاصر اللي ساكن في فرنسا، عايش في فرنسا، او لا بارون على شارج ديال مون انفون فرونسي او دو سون كونجوان فرونسي او لا انفون دو فرونسي. يعني هادو هما الخدمات اللي متوفرين في هاد لو تيتر دو سيجور، في هاد لا دوموند ديال لو تيتر دو سيجور.
ان طون كو كونجوان دو فرونسي ما عطاهاش ليا، دونك ما يمكنش لي نعزلها وما يمكنش لي ندير جو كومونس ونكمل الاجراءات، مستحيل ما يمكنش لي نديرها. هاد الخدمه ما متوفرش ديال ان طون كو كونجوان دو فرونسي نسبه لي مامبر دو فامي دو ريسورتيسون فرونسي. دونك هنا غتبقاو او انا كي غندير شنو هو الحل؟ نرجعو مثلا نشوفو من غير ريسورتيسون فرونسي، حنا نمشيو نشوفو un ressortissant étranger ayant un titre de séjour. Là, il y a le regroupement familial. Je continue. Le ressortissant étranger avec un titre de séjour en tant que conjoint au titre du regroupement familial. Donc, je vais faire je commence. Donc, je vais maintenant. كيف ما تشوفوا نشوف راه كاينه اشنو تعطيكم فوتغ ديمارش اون لين. اون ديمارش دو تيتر دو سيجور بريفي في بريفي اي فاميليال ان طون كو كونجوان او تيتر، خاص يكون المهم تيتر ديال روغروبمون فاميليال. الناس اللي كيسولوا على لو روغروبمون فاميليال افون دو كومونسي كونيسونس ديفيرونس ايتاب، المهم هادشي نتوما قراو تيشرحوا لكم هاد لي 5 ايتاب الى ما غير ذلك. اوكي عطاوكم هنايا اللائحه كتضغطوا على هذه لا ليست ديال لي بيس كتيليشارجيوها. بون بريف انا ديجا تيليشارجيتها باش نوريها لكم. كيعطيكم لائحه الوثائق اللي غادي تحتاجوا كيف ما تشوفوا دوموند تيتر دو سيجور في بريفي فاميليال ان طون كو كونجوان او تيتر دو ريغروبمون فاميليال. طب هنا تعطيكم لا ليست لائحه ديال الوثائق، خليكم نتوما الناس اللي باغيين يديروا هاد لا دوموند هاد النوع ديال تيتر دو سيجور خليكم نتوما قراوها. وهنا ممكن انكم تكملوا، سي بوسيبل انكم تكملوا. بالنسبه لي انا طبيعه الحال ما غاديش جو نفي با فير طبيعه الحال، لان ديجا انا ديجا دايره الطلب. مي اون جينيرال انا الرساله اللي بغيت نوصل لكم بحال دابا مثلا ملي درنا لا دوموند ان طون كو كونجوان دو ريسورتيسون فرونسي، منين جينا نعزلو هذاك كونجوان دو فرونسي ما عطاوهاش لينا، ما عطاناش هذيك كونجوان دو فرونسي، ما قدرتش نعزلها، يعني هذيك الخدمه ما متوفراش تو سامبلومون. نسبه لي ريسورتيسون فرونسي، الناس اللي عندهم لا ناسيوناليتي فرونسيز، tu peux pas faire la demande comme conjoint de français في هذا لو سيت في هذا الموقع. دونك تبقى لكم الحل الوحيد الا كانت شي حاجه شي خدمه هنا مثلا بصفه عامه، اي خدمه هنايا ما متوفراش، اي طلب ديال اي نوعيه ديال تيتر دو سيجور هنا في هذا لو سيت اللي داروا لي حاليا لا ميزاجور ما متوفراش، فكيبقى لكم الحل الوحيد اللي هو الحل اللي وريتكم قبل في الفيديوهات السابقه هي لا بريفيكتور. كتمشيو للسيت ديال لا بريفيكتور ديالكم كتدخلوا ليها اكوي دي زيتروجي. هنا لا بريفيكتور با د كالي اللي انا تابعه ليها على اين راه ديجا وريتها لكم في الفيديوهات السابقه. الفيديوهات السابقه راه باقي جاري بها العمل، راه ماشي داكشي لي ديمارش راه باقيين هما هادوك. دونك كتهبطوا تقلبوا على demande de titre de séjour personne en situation régulière تضغطوا عليها كتدخلوا وهنا تعطيكم كيعطيكم بعدا ديروا كونيكسيون في هذا الموقع ديال ديمارش سامبليفي. انا راه ديجا تكونيكتي يعني شوي ديجا كونيكتي غير باش نوريكم باش نربحوا الوقت. هو تعطيكم كونيكسيون في ديمارش سامبليفي وتجيو تديروا كومونسي ان نوفو دوسي على صعيد المثال. بون بريف حقيتاش انا ديجا دايره هنايا دايره لا دوموند ديالي ديال تيتر دو سيجور كيف ما تشوفوا راه ديجا انا دايره ديجا دايره لا دوموند القديمه، فاكد ما غاديش نعاود نحط عاوتاني اون اوتر دوموند هنا غير باش نوريكم غير على صعيد المثال باش نشرح لكم. الا ما توفرات واحد الخدمه في هذا لو سيت ديال لي زيترونجي اون فرانس راه غادي تدخلوا لا بريفيكتور ديالكم كتجيبكم مباشره هذا لو سيت من خلال لا بريفيكتور ديال ديمارش سامبليفي. يعني كتدخلوا الموقع فو كونيكتي على الحساب ديالكم ديال ديمارش سامبليفي، الا ما كانش عندكم راه كتحلوا ان نوفو كونط في ديمارش سامبليفي وتدخلوا ديروا لا ديمارش ديالكم بمنتهى البساطه. كنظن واضح، كنتمنى ما نكونش دوختكم، كنتمنى يكون الشرح ديالي بسيط ويكون واضح. فهذه هي لا ميزاجور اللي كاينه، يعني لا ميزاجور عندها علاقه بهاد لو سيت ديال اترونجي اون فرانس. هادشي اللي كاين يعني كيف ما تشوفوا ماشي ضروري ان كاع الخدمات غتكون متوفره في هاد الموقع. هاد الموقع يعني كيسهل اللجوء الى الخدمات،
احيانا راه كتكون خدمه غير متوفره، دونك فو زيت اوبليجي دو باسي بار لي ديمارش تراديسيونيل. ديمارش تراديسيونيل التقليديه، المراحل التقليديه اللي هي كدوزو من لا بريفيكتور، كتدخلوا لا بريفيكتور ديالكم وكديروا المراحل من خلال لا بريفيكتور ديالكم وكتبعوه، هما كتضغطوا على الروابط وكل رابط راه كيصيفطكم باش تكملوا الاجراءات ديالكم بمنتهى البساطه، يعني ماشي شي حاجه صعيبه ولا كتخلع. الاجراءات القديمه راه باقي جاري بها العمل، هانتوما كتشوفوا ما لقيتش انا كونجوان دو فرونسي، دونك دخلت هنا لقيت عندي الحق نديرها كيف ما شفتوا. نفس الشيء نسبه للفيديوهات ديالي السابقه ديال لا دوموند ديال تيتر دو سيجور وديبو ديال الدوسي اونلاين والوثائق، انا حاطه لكم هذا الرابط، راه ما كاين حتى شي حاجه، يعني عادي حاطه لكم نفس هذا الرابط. كتوريتكم كتجيو هنا بوغ ما بروميير دوموند كديروا ايبو دو فرونسي، كتعزلوا هاد الفيزا لون سيجور وتتهبطوا، كيحطوا لكم لا دوموند ديال نفس الشيء. المهم شوفوا لا دوموند اللي وريتكم دابا كيصيفطكم مباشره، كتضغطوا على هذا الرابط كيجيبكم لهنا كيدخلكم لهذا الموقع، وانتوما كتشوفوا خدم لكم هذا الموقع ودرتوا فيه لا دوموند وداز تبارك الله، ما خدمش لكم الموقع راه قلت لكم كتمشيو تدخلوا للسيت ديال لا بريفيكتور ديالكم ديريكتومون وكتشوفوا هما لا بريفيكتور الروابط اللي حاطين لكم واشنو طالبين لكم. ولا ما كانش كاع كيدار لا دوموند اونلاين، راه دي فوا كيطلبوا لكم تصيفطوا لهم داكشي في برا لادريس ديالهم هما ديريكتومون، بعض الاحيان هادشي راه كاين. غير ما تدوخوش وما تستريساوش وما تخلعوش، راه ماشي شي حاجه، راه ساهل، خاص غير الانسان يوسع شويه خاطرو. وكان هذا هو الفيديو تاع اليوم ان شاء الله، كنتمنى يكون نال الاعجاب ديالكم، نتمنى ان شاء الله يكون الشرح ديالي واضح باذن الله، وتكونوا ان شاء الله كتفهموا معايا جميع يعني التفسيرات اللي كنفسر لكم. وما تنساوش تبارطاجيو الفيديوهات حتى يستفيد الجميع. كذلك شكرا لكم، ما تنساوش انكم تابوناو عندي في لاشين الى لقيتو راسكم كتدخلوا وكترجعوا دائما القناه ديالي وكتلقاو فيها الافاده وكتتبعوا الاجراءات ان شاء الله، وكتمكنوا انكم ديروا كل شيء بوحدكم وديروا جميع الاجراءات بوحدكم. هذا هو الغرض وهذا هو الهدف من هذه الفيديوهات اللي تندير ان شاء الله. لقيتو راسكم كترجعوا عندي تابوناو عندي، ديروا لي اللايكات وما تبخلوش عليا، بارطاجيو الفيديوهات ديالي مع باقي الأصدقاء والعائلة وأي شخص محتاج هذه المعلومة حتى تعم الإفادة للجميع. وشكرا لكم بزاف على المتابعة، كان فيديو خفيف ظريف، نلقاكم إن شاء الله على خير في رعاية الله وفي حفظه، مع السلامة إلى الفيديو المقبل إن شاء الله.